هذه الرواية بلي مروية في كتاب الغوالي يقول إن امرأة معاذ قالت يا رسول الله ما حق الزوجة على زوجها فقال صلى الله عليه وآله أن لا يضرب وجهها قضية ضرب الزوجات ظلما جدا متداوله في الشرق وفي الغرب، وهنالك في الغرب ظاهره اخرى مكتوبه في المجلات ضرب الزوجات لازواجهن، كثير من الزوجات يضربون ازواجهم ان لا يضرب وجهها ولا يقبحها يعني يقول لها انت مو جميله لعله هذا الثاني اشق على المراه من الاول او يقول الطعام اللي تطبخيه هذا طعام مو طيب او يقول شوفي اختك شلون امراه مرتبه وانت مو هالشكل او ما اشبه ذلك من هذه الاشياء المتداوله في الحياه العائليه والتي تسبب المشاكل دائما بين الرجال والنساء. المرأة تقول لزوجها: شوف أخوك هذا بيته أفضل من بيتنا. شوف أخوك هذا يسافر مع زوجته بالسنة ثلاث مرات، وأنت لا تأخذنا للسفر ولا مرة واحدة. ربما تكون بعض هذه الكلمات أشد وقعا من الضرب. جراحات السنان لهل تيام ولا يلتام ما جرح اللسان الروايه الاخرى في الوسائل عن النبي صلى الله عليه واله النبي كما في هذه الروايه يقول الا اخبركم بشر رجالكم فقلنا بلى شر الرجال من هو فقال صلى الله عليه وآله إن من شر رجالكم الآكل وحده والمانع رفده الضارب أهله وعبده اللي يضرب أهله وعبده اللي الآن الخدم موجودين هذا شر الرجال رواية أخرى عن الإمام الصادق صلوات الله عليه هذه الرواية مذكورة في الكافي الشريف في تعداد الكبائر يقول الإمام كما في هذه الرواية والذي إذا أجابه ابنه يضربه واحد يقول لابنه شي، فابنه يرد عليه، هذا يضرب هذا من الكبائر. ينبغي علينا في حياتنا الاجتماعية، وفي حياتنا العائلية، وفي حياتنا السياسية، أن نتخذ منهج الرفق. ومنهج اللاعون